موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل الزرع مختلفا أكله والزرع والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، بعد أن ذكر القول الأول وهو أنه الزكاة الواجبة، وذكر هذا القول عن جمهور المفسرين من السلف، قال وقال آخرون بل ذلك حق أوجبه الله في أموال أهل الأموال غير الصدقة المفروضة. عن محمد بن جعفر عن أبيه، وجعفر الباقر جعفر الصادق، وآتوا حقه يوم حصاده، قال شيئا سوى الحق الواجب. قال وكان في كتابه عن علي بن الحسين عن عطاء في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، قال القبضة من الطعام. عن عطاء وآتوا حقه يوم حصاده، قال من النخل والعنب والحب كله. عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت ما حصدت من الفواكه؟ قال ومنها أيضا تؤتي. قال ومن كل شيء حصدت تؤتي منه حقه يوم حصاده، من نخل أو عنب أو حب أو فواكه أو خضر أو قصب، من كل شيء من ذلك، مع أن الخضر ليس فيها زكاة. لذلك قال هذا أمر آخر غير الزكاة. قال من كل شيء من ذلك. قلت لعطاء أواجب على الناس ذلك كله؟ قال نعم. ثم تلا وآتوا حقه يوم حصاده. قال قلت لعطاء وآتوا حقه يوم حصاده، هل في ذلك شيء مؤقت معلوم؟ قال لا. يعني هذا الذي يخرج يوم الحصاد له قدر معين واجب، نصف العشر، العشر 300 صاع. قال لا، هذا شيء واجب غير مقدر بما يتأثر لصاحبه يخرج شيء من الطعام. عن عطاء في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، قال يعطي من حضور يومئذ ما تأثر وليس بالزكاة. نسخة أخرى أو المطبوعة، قال يعطي من حصاد يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة. عن عطاء وآتوا حقه يوم حصاده، قال ليس بالزكاة ولكن يطعم من حضره ساعة إذ حصيدة. وده يقوي الروايه السابقة، ويعطي من حضور يومئذ، يعطي للحضور من حضر من الفقراء والمساكين.
عن حماد وآتوا حقه يوم حصاده قال كانوا يعطون رطبا. والواجب في الزكاة التمر بعد أن يجفف ويكال. عن مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده قال إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه، وإذا أنقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه. الحث يمل اليدين. وإذا علمت كيله عزلت زكاته. وإذا أخذت في جداد النخل طرحت لهم من السفاريق. وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه. وإذا علمت كيله عزلت زكاته. هذا واضح جدا أن أنا عند مجاهد أن هذا الحق يوم الحصاد غير الزكاة التي تجب بعد التكفيف والكيل. عن مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده قال سوى الفريضة. ويحتمل أن يكون قد قصد أن هذا صدقة مستحبة ليست واجبة، إنه قال سوى الفريضة. ويحتمل أن يقول واجب سوى الزكاة المفروضة يعني. وده اللي ابن جرير فهمه من كلام مجاهد والذي قبله. عن مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده قال يلقي إلى السؤال السائلين، يلقي إلى السؤال عند الحصاد من السنبل، فإذا طينا أو طينا، الشك من أبي جعفر الإمام ابن جرير يعني، ألقى إليهم، فإذا حمله فأراد أن يجعله كدسا ألقى إليهم. كدسا زي حزم مكدس في بعض. وإذا داس أطعم منه، وإذا فرغ وعلم كم كيله، وإذا وعلم كم كيله عزل زكاته. قال في النخل عند الجداد يطعم من الثمرة والشماريخ، فإذا كان عند كيله أطعم من التمر، فإذا فرغ عزل زكاته. عن مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده قال إذا حصد الزرع ألقى من السنبل، ألقى للمساكين يعني، وإذا جد النخل ألقى من الشماريخ. الشمروخ ده اللي هو الأصفر اللي بقى فيه البلح. قال وإذا جد النخل ألقى من الشماريخ فإذا أكاله زكاه. عن مجاهد قال عند الحصاد وعند الدياس وعند الصرام يقبض لهم منه، يعطيهم القبضة يعني، أو ملء يده أو ملء يديه، فإذا كاله عزل زكاته. عن مجاهد مثله إلا أنه قال سوى الزكاة يعني غير الزكاة. عن مجاهد وآتوا حقه يوم حصاده قال شيء سوى الزكاة في الحصاد والجداد إذا حصدوا وإذا حذروا. حذروا يعني قدروا، كالوا بقى يعني عن ابن أبي نجيح في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال واجب حين يصرم حين يقطع. عن مجاهد قال في هذه الآية وآتوا حقه يوم حصاده قال إذا حصد أطعم، وإذا أدخله البيدر، بيدر المخزن، وإذا داسه أطعم منه. عن ابن عمر قال يطعم المعتر سوى ما يعطي من العشر ونصف العشر. المعتر المشهور هو المعترض الذي يقف أمامك يريد أن يأخذ شيئا. عن مجاهد قال قبضة عند الحصاد
وقبضة عند الجداد، الحصاد للزرع والجداد للنخل. عن ابن سيرين قال: كانوا يعطون من اعتر بهم الشيء، من مر بهم، من حضرهم، من تعرض لهم. عن إبراهيم قال: الضغث، الضغث يعني الحزمة، حزمة زرع، حزمة قمح. عن إبراهيم قال: يعطي مثل الضغث. عن إبراهيم: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: مثل هذا الضغث. ووضع يحيى إصبعه الأبهام على المفصل الثاني من السبابة، يعني إيه، حاجة بسيطة يعني. عن إبراهيم قال عن أبي جعفر وعن إبراهيم قال: يعطي ضغثا. عن يزيد بن الأصم قال: كان النخل إذا صرم يجيء بالرجل بالعذق من نخله فيعلقه في جانب المسرد، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه، فإذا تناثر أكل منه. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن أو حسين، فتناول تمرة فانتزعها من فمه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا أهل بيته، فذلك قوله: آتوا حقه يوم حصاده. عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم قال: كان أهل المدينة إذا قطعوا الثمار يجيئون بالعذق فيضعونه في المسرد، ثم يجيء السائل فيضربه بعصاه فيسقط منه، وهو قوله: آتوا حقه يوم حصاده. عن يزيد بن ميمون في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: كان الرجل إذا جد النخل يجيء بالعذق فيعلقه في جانب المسجد، فيأتيه المسكين فيضربه بعصاه فيأكل ما يتناثر منه. عن الربيع بن أنس: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: لقطوا السنبل، يعني يترك السنابل اللي وقعت يلتقطها الناس. عن مجاهد قال: كانوا يعلقون العذق في المسجد عند الصرام فيأكل منه الضعيف. قال مجاهد: وآتوا حقه يوم حصاده، يطعم الشيء عند صرامه. عن سعيد بن جبير: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: الضغث وما يقع من السنبل، الحزمة من الزرع. عن سعيد: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: العلف. عن سعيد بن جبير: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: كان هذا قبل الزكاة للمساكين، القبضة والضغط لعلف دابته. ده معنى العلف، يعني الزرع الأخضر هو الذي تعلفه الدابة، المسكين يأخذه كذلك، لكنه يفهم، قد يفهم منه أنه منسوخ، لأنه قال: كان هذا قبل الزكاة، ويتناسب ذلك مع أن الآية مكية، لكن الجمع واجب طالما أمكن، ولا يلجأ إلى النسخ كما ذكره كل من سبق من السلف، عطاء يزيد وميمون بن مهران ومجاهد وغيرهم ممن قال: حق واجب سوى الزكاة. عن محمد بن كعب في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده،
قال ما قل منه أو كثر. عن ابن أبي نجيح وآتوا حقه يوم حصاده قال عند الزرع يعطي القبضة قبضة يعني قبضة، وعند الصرام يعطي القبضة ويتركهم فيتتبعون آثار الصرام. يعني ما يلمش كل حاجة واقع، يسيبهم ياخدوا اللي واقع. وقال آخرون كان هذا شيئا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة، ثم نسخته الصدقة المعلومة، فلا فرض في مال كائنا ما كان زرعا أو غرثا إلا الصدقة التي فرضها الله فيه، يعني الزكاة. يعني عن ابن عباس قال نسخها العشر ونصف العشر. عن ابن الحنفية قال نسخها العشر ونصف العشر. عن سعيد بن جبير وآتوا حقه يوم حصاده قال هذا قبل الزكاة، فلما نزلت الزكاة نسختها، فكانوا يعطون الضغطة يعني الحزمة كما ذكرنا. عن إبراهيم وآتوا حقه يوم حصاده قال كانوا يفعلون ذلك حتى سن العشر ونصف العشر، فلما سن العشر ونصف العشر ترك. عن إبراهيم وآتوا حقه يوم حصاده قال هي منسوخة نسختها العشر ونصف العشر. عن إبراهيم قال نسختها العشر ونصف العشر. عن الحسن قال نسختها الزكاة. عن السدي قال نسختها الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده. عن إبراهيم قال هذه السورة مكية نسختها العشر ونصف العشر. قلت عن من؟ قال عن العلماء. عن السدي وقال وأما آتوا حقه يوم حصاده فكانوا إذا مر بهم أحد يوم الحصاد أو الجداد أطعموه منه، فنسخها الله عنهم بالزكاة. وكان فيما أنبتت الأرض العشر ونصف العشر. يعني كأنه يقصد ليس فقط فيما وجبت فيه الزكاة من الزروع على الحب والثمر والتمر والعنب، بل في كل ما أنبتته الأرض، لذلك أوجبوه في الخضروات. عن الحسن قال كانوا يرضخون لقرابتهم من المشركين، ده قول ثاني. عن عطية وآتوا حقه يوم حصاده قال نسخه العشر ونصف العشر. كانوا يعطون إذا حصدوا وإذا ذروا، فنسختها العشر ونصف العشر. قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال كان ذلك فرضا فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغروسهم، ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر. وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتدرية، وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الإجزاز، بعد أن يقطع ويجف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.